راه سمعنا الدفاع ديال داك اللي خد وقت بزاف وقدر تلعب بالالفاظ وتي غير حقائق النيابه ما دارت ما وتضعوها بينه وبين الوكيل ديالو، لان الوكيل معترف وانت تجي تقول لي شي حاجه ضد الا على الهضره ديال الوكيل ديالك. احنا حضرنا في هذاك وحضرنا اش كان تيقول هو واش قال، احنا ما جيناش شدينا عرفنا بانه هو اللي هو اللي لعب، لان واحد احترف قدامنا انا اش بيني وبينه هو ولا بين الملقب بديدي ولا الا كان ديدي قتل ولدي غادي نتعاطف معاه غادي نتبعه هو. وما انك انت اللي اعترفتي في الاول قلتي انا وشافوك الناس وشافوك الناس وتتعترف وانت بقواك كنت تسكر شغلك هذا لا ثلاثه سوايع سته سوايع شتعطينا حنا هادشي دير لنا مرخص تيبقى يبقى يلعب بالالفاظ ويدير ويدير تلعب وما شاء الله ما شاء الله والحق يعلو لا يعلى عليه راه غندور تعي ورجعوا للحق. راه الناس هذوك اللي كانوا تيتصنتوا ليه راه حتى هما عارفين شكون يقدروا يميزوا بين الكلام الصحيح والكلام والناس اللي داروا التقرير حتى هما راه ماشي جاو وحطاتهم المخزن تما راه كيف ما انت عطاوك انت بيدلك حلا حتى هما راه عطاو مهنه باش يخدموا. اش غادي يقول لنا ان احنا ما كاينش الامن في البلاد، ايوا ما كاينش الامن في البلاد وصحاب الامن كذابه غادي يكذبوا غادي يلفقوا اش بينهم بين هاد الاشرف صديقي ولا اش النيابه بين النيابه والاشرف صديقي اللي غادي تلصقوا بغي ما فهمت انا ما بغيتش تدخل لي لدماغي. شهود يا اخي راه ما غاديش ما نبقاش نهضروا راه احنا عارفين بعضياتنا راح نعرف البعديات راه الناس هذوك راه بالنسبه لهم انهم راه تيدي وصلوا كل شيء راك وصلوا مثلا الحبس شي داروا وشتي القضيه الاولى كيفاش تلفقات وشتي هذاك وشتي كيفاش الناس وقع لنا مشكل مع السيد لا هذاك ايوا راه هذوك راه يقدروا يديروا اي حاجه بقى لك هذا السؤال نجيب 80000 شهاد راه هما محطوط مديو حنا عطيها 500 درهم 500 درهم شهاد.